بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم عن إيفنت جميل خالص اسمه On Exchange. هنستخدمه لما مع الفورم او مع انبوت مثلا لما اليوزر يغير حاجه في انبوت فيلد تمام كده يعمل تشينج تمام زي يعني ايه اعتبر ان امبلر لما الفوكس يروح منك الاون تشينج لما تجري انت عمليه او لما تجري تعديل من نوع معين تمام فناخد الايفنت ده بكوبي ونعمل له بيست ونمشي على نفس الفانكشن حتى ايه نفس الفانكشن بالظبط اللي بتخلي لي الحروف اور كيس في الفيلد تمام لو حبينا مثلا نيجي ونعمل ريلود للكونتنت ده وكتبنا مثلا عالي تمام عملنا تاب هنلاقي اني او انا كتبت مثلا كلمه من نوع معين انا بعمل تشينج دلوقتي مثلا هكتب ايه احمد مثلا تمام عملت تشينج اوكي انا بعمل تشينج لو عملت تاب كده هلاقي ان الموضوع ضايق لما اليوزر عمل تشينج الفانكشن ده بتشتغل او الايفنت ده بيشتغل ده بالنسبه للايفنت اللي اسمه اون تشينج ده بيشتغل لما بيحصل تشينجينج او بيحصل تعديل في داتا معينه اليوزر بيحاول يعملها انبوتنج للفورم بتاعك او للانبوت فيلز اللي انت بتحاول تنشئه في الويب بيج بتاعك سبحان الله وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.